بيشتغل بيلي بي بمسرح قديم على الأغلب مسكون. بيلي كان يحب هالشغل، ولكن في شي بالمسرح يخليه دايما يحس إن في حدا ماشي وراه أو يراقبه، ولهالسبب كان دايما يسجل بالكاميرا بالوقت اللي بيكون فيه عم يعمل جولة بالمسرح. ولكن بإحدى الليالي يجي إشعار لبيلي من جهاز الاستشعار باكتشاف حركة داخل المسرح. بيكتب بيلي: هذا هو الشيء الأكثر رعبا، لقد حدث لي قبل أن أتوقف عن العمل. هذا هو ما سجلته. It's 9 PM on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. بيلي كان بحالة صدمة تامة، وكان يحاول يستوعب اللي شافه. من الممكن حدا تسلل المسرح وقدر يقعد بالبلكون، لكن باعتبار المسرح قديم وصار فيه أكثر من حادثة مرعبة. ولكن التسجيل يثبت أنه شعور بيلي بحدا بيراقبه أو حتى يمشي وراه اتأكد بالنسبة لإله. شخص بياخد بنته ومرته لإحدى الحدائق ليقضوا وقت مع بعض، وقت حلو، لكن هالوقت يصير مرعب بإحدى التسجيلات للكاميرا. فلما رجعوا من المنتزه خبرته بنته بأنها كانت خايفة ترجع، وسبب خوفها مو من الألعاب، ولكن السبب شي تاني. اللقطات تظهر شي مرعب، فركز النظر مشان ما تفوتك اللقطة المرعبة. لما راجع الأب اللقطات وركز فهم خوف بنته. ورا بنته تماما بتظهر إيد على حرف المركب. الجزء المرعب البنت على الأغلب كانت تتواصل مع صاحب هالإيد المرعبة، ومن الممكن هالمقطع يفسر الخوف اللي كانت تحس فيه البنت الصغيرة. لكن هالمقطع ما كان مرعب بدرجة المقطع اللي سجله الأب بأحد الأيام، وما كان منتبه للشي المخيف. فخلال تصوير قارب سجل الكاميرا مقطع مرعب من العدم. بصراحة ما لقيت أي تفسير للفيديو، إلا أنه هالإيد كانت نفس الإيد يلي كانت على حرف القارب. لكن الشيء المرعب أنه صاحب هالإيد كان يحاول يلفت انتباه الأب. فأنت شو رأيك؟ هل كان خوف البنت من صاحب هالإيد المرعبة، أو هالمقطعين تم استخدام مؤثرات معينة لحتى تبان بهالشكل؟ سجلت هالمقطع امرأة بتقول بنشاط غريب داخل بيتها، أصوات مرعبة وخطوات لشخص غير مرئي، والأحداث اللي بتصير عندها تزداد يوم عن يوم. وبمقطع نشرته بتقول: فيديو الليلة الماضية فقط شاهد واستمع إلى الدرج. Stop.
من الممكن تكون استخدمت مؤثرات صوتية لحتى تخلي الفيديو مرعب، لكن صاحبة الفيديو صورت مقطع بتشرح فيه أن الصوت الظاهر هو نفس صوت خطواتها وقت تنزل على الدرج. هالمقطع اللي رح تشوفوه ما في أي معلومات عنه، ولكن يعتبر مرعب ومخيف. بتظهر بالمقطع صبية عم تغني بشكل طبيعي، لكن بيظهر بالخلفية شيء مرعب. انت شو رأيك بهالمقطع؟ هل كان جن او تمثيل؟ مستكشف لمناطق واماكن مهجورة اسمه كريستوفر هيل يتوجه لمستشفى مهجور في اوهايو ويكتشف شيء غريب جدا. المستشفى مهجورة من اكثر من 10 سنين، وهو حاليا بقائمة الابنية المعدة للهدم. كريستوفر قرر استكشاف المبنى قبل ما يهدموه، لكن ما كان بيعرف الشيء اللي رح يواجهه بداخل هالمستشفى. مبدئيا دخل كريستوفر وما شاف اي شيء غير عادي، لكن لما وصل لممر بداخل هالمستشفى شاف شيء مرعب ومخيف. كريستوفر بيواصل استكشاف المكان بشكل أكبر، وما كان منتبه للشي اللي سجلته الكاميرا. ولما وصل لغرفة مدمرة بالكامل، كان في شي مرعب بهاي الغرفة، صوت مشؤوم وغير معروف المصدر. انتو شو رأيكم؟ خبروني بالتعليقات، ولو حبيتوا تقدموا دعم من خلال زر شكرا او الانتساب لعضوية القناة. دمتم بخير والسلام.